اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من فوازير رمضان. انا هيا برهان من اي دي ان ميدل ايست. جائزه النهارده مقدمه من جي كي جيمز، والجائزه هي نسخه للاربع مواسم من تيلتيلز ذا ووكينج ديد على الاكس بوكس 1. طريقه الاشتراك سهله وبسيطه، هتعمل سبسكرايب للشانل، لايك للفيديو، وتسيب اجابتك في الكومنتس تحت. السؤال هو امتى نزلت اول حلقه لتيلتيلز ذا ووكينج ديد؟ لو عارف الاجابه ما تنساش تسيبها في الكومنتس تحت، ولو عايز تعرف مين اللي فاز في الحلقه اللي فاتت هتلاقوا اسمه برده موجود في الكومنتس تحت. هشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. كل سنة وانتم طيبين.